السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم فؤاد فلوكس. كما شفتوا هذا فيديو جديد، يعني حاولت اليوم غادي نديرو ولكن ما غاديش يكون على شي معطيات ولا شي حاجه. اليوم اخوتي بغيت نجي نهضر على واحد القانون يعني في المغرب خرج مؤخرا صادقت عليه الحكومه. وانا كما قلت يعني في واحد الفيديو تقبل اي حاجه راه كتعلق يعني في البلاد ولا شي حاجه وخصنا نهضروا عليها غادي نهضروا عليها، ما كاينش مشكل في هذه المساله هذه. دونك نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه مزيانه. نتمنى داكشي اللي كنعطيكم يعني يعجبكم من الاعجاب ديالكم. نتمنى الفيديوهات اللي كندير تبارطاجيو يعني الماكسيموم، الناس اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي تابوناو فلاشين باش يدعمونا وخلينا نزيدو. اذا هذا القانون، هذا قانون جديد، هو قانون ديال التجنيد الاجباري. اش واقع بالنسبه للتجنيد الاجباري؟ قانون صادقت عليه الحكومه بالنسبه للناس. انا جيت اول حاجه باش نهضر على الناس اللي هضروا اللي تيكريتيكيو في هذا القانون هذا. كاين اللي يعجبو هذا الفيديو هذا، كاين اللي ما يعجبوش، ولكن انا جيت نهضر على حسب ولاد الشعب اللي كيعرفوا يعني واللي هما مضرين من البطاله. تهضر ليش اخويا على الناس اللي كيقراو ولا اللي عندهم امكانيات انهم يعني تيديروا تكوين او شي حاجه؟ لا لا لا، ما جيتش نهضر على هذا الشيء هذا، جيت نهضر على مع الدراري ولا مع ولاد الشعب اللي هما حاسن شنو معناته ما خدامش ما كيقراش ما عندوش تكوين ما عنده حتى شي حاجه. انا هضر معاهم. قبل ما نبدا بغيت نقول بالنسبه للناس لا جينيراسيون ديال 80 و90 راه كيعرفوا ان هذا القانون راه كان قديم في المغرب، ماشي قانون جديد ولا شي حاجه. جابت الحكومه راه ما جابت والو شي حاجه جديده، قانون كان قديم في المغرب معروف وكان بصيغه اخرى. يعني تقريبا التجنيد الاجباري ذاك الوقت كان تقريبا فيه 18 شهر يعني عام ونص دابا، ومن بعد يعني حتى تقريبا النهايه ديال 90 ما عقلتش مزيان ما عقلتش على لاضات. ولكن ذاك العهد انا كنت يعني كنقرا وانا ما مشيتش للتجنيد الاجباري يعني بحكم انني كنت كنقرا. اذا القانون كان حتى المجيء ديال يعني جلاله الملك محمد السادس هذا، يعني هذا القانون هذا التحيد يعني تقريبا. علاش؟ باش تعطي امكانيه للشباب الناس اللي باغيين يديروا يعني تكوين ولا شي حاجه ويعني تفتح يعني امكانيات اخرى من غير التجنيد الاجباري. دونك ديك الساعه تحيد القانون. دابا هذه الحكومه عاود رجعت ذاك القانون ولكن نقصات منه بصيغه ديال ان 12 شهر يعني مده عام هذا التجنيد الاجباري هذا. بالنسبه لي انا كنت يعني كنشوف شي مواقع وداك الشيء، يعني لقيت معظم المواقع اللي هضروا على هذا التجنيد الاجباري هذه مواقع سبحان الله العظيم ما كيمشيو عند ناس يعني جامعات ناس كتقرا ناس التكوين كيقراو كيسولوهم على التجنيد الاجباري، واش تمشي حتى التجنيد الاجباري واش ما تمشيش التجنيد الاجباري؟ خويا القانون قرا بعد اولا وعرف شنو الناس اللي معنيين بالتجنيد الاجباري الناس اللي ما معنيينش بالتجنيد الاجباري. اش اجا وهضر على واحد الحاجه اللي ما بسم الله انت بالله عليك، واش واحد كيقرا في الجامعه غيمشي للتجنيد الاجباري ولا كيقرا في يعني في مدرسه بصفه عامه لا مدرسه ولا الثانويه؟ يعني لان بحكم ان اللاج يعني من 19 عام حتى 25 سنه، واش كيقرا في اعدادي ولا اللي كيقرا في الجامعه غيمشي للتجنيد الاجباري؟ واش الناس اللي عندهم تكوين وكيديروا تكوين واش غيمشيو للتجنيد الاجباري؟ واش الناس اللي عندهم شي خدمه كتجنيد الاجباري؟ التجنيد الاجباري كيهم واحد الفئه اللي هي اولا من قاطع على الدراسه، يعني يجلس يدور دار ولا في الزنقه ما كاين والو والله ما يمشي للتجنيد الاجباري ديك السنه. اول حاجه كيتكون فيها، ثاني حاجه كيستافد بزاف ديال الحوايج، ثالث حاجه ملي كيسالي ديك المده يعني ديالو كيكون عنده واحد المبلغ بحكم انك كتاكل تما كتشرب تما، يعني كيكون عندك واحد المبلغ يقدر يساعدك اخويا انك دير بزاف ديال الحوايج. التجنيد الاجباري ماشي كيجي اجا من الزنقه السلام عليكم طلع يلاه زيد دخل الحرب بدات، ما خصوش يبدا يكبر ما هذا الشيء هذا. حتى الناس اللي غيسولوا في هذا الموضوع ولا اللي يهضروا على هذا الموضوع خصو يعرفوه ويفهموه مزيان عاد نهضروا هذا. انا ماشي جيتش ندافع على التجنيد الاجباري ولكن جيت نقول حقائق. يقدر اخويا انت اللي كتشوف هذا الفيديو ولا اي واحد يقدر يعجبك يقدر ما يعجبكش، ولكن الا جينا نهضروا على الحقيقه ونعرفوا شنو هي يعني القيمه ديال هذا راه غادي نقولوها. وانا انا شخصيا غادي نقولها. واش انت اخويا اللي هذا اللي غيمشيو يسولوا الناس على التجنيد الاجباري؟ واش بالله عليك غيمشي للدار البيضاء والرباط وسلا وقنيطره ومراكش واكادير وفاس ومكناس؟ هذا هو المغرب وطنجه وتطوان هذا هو المغرب صافي؟ لا خويا، سول الناس اللي في المناطق اللي هي ما مسكين ما مدخول ديال 20 درهم في السيمانه ما عندوش، هذاك سولوه تقول له خويا واش قدرت يعني ما كملتيش الدراسه ديالك؟ الظروف ما ساعدتش انك تكمل الدراسه ديالك؟ كاين التجنيد الاجباري واش تمشي ولا ما تمشيش؟ ونشوف الناس اش غادي يقولوا. تهضر ليش مع واحد ساكن في كازا ولا ساكن في مدن كبار يعني اللي كنتميو ليها حنا جامع يعني كاملين ونسولهم على التجنيد؟ لا خويا دخل للمناطق الناس اللي مهمشه الناس البوادي القرى الناس اللي مساكن ما عندهمش مدخول يعني 50 درهم ما كيشوفهاش في الشهر وسولوا ديك الساعه ما قدرش يكمل الدراسه. لو كان تحت له الفرصه انه يكمل الدراسه ديالو غادي يكملها. الناس ما كملتش الدراسه ديالهم الناس ما لقاتش يعني
فين تكمل؟ بغى يكمل يقرا يعني الجامعه خصو يمشي للمدينه ويخلص مصاريف ويخلص كرا ويخلص هذه وهذه وهذه يعني باش يكمل الدراسه ديالو. مع كل الاسف كينقطع. هذاك ولا تسولو واش مشى للجنيد ولا ماشي، شوف واش غادي يمشي ولا ما غاديش يمشي. ولكن باش مشاو للاحياء الجامعيه والاحياء ديال الناس اللي هي جالس في المدينه على الاقل بعدا واحد النهار لما كانش راه باه ولا والدي ديالو بعدا غادي يعطيوه باش يدير مثلا يعني باش يخرج يعني باش يشرب قهوه ولا باش يدير كونيكسيا ولا شي حاجه. لا سول للناس اخويا اللي الناس اللي مقصحين، الناس اللي مساكن يعني. انا راني هنا في اوروبا زعما الصراحه، ولكن كنت في المغرب غنمشي لكم شي مناطق وغادي نصور لكم اخوتي يعني بالنسبه لهذه، ونشوفكم الناس ونسولهم على التجنيد ونشوف واش غايقول. كاين اللي يمشي معك سير بلاص بلا ما تسول، عندي تسنى ان تجي لا كونفوكاسيون ولا تمشي يقول لك انا دابا انا نمشي معك. علاش؟ لان الناس تقول لك انا ما تحتليش فرصه واحد البلاصه اخرى، نمشي نكون راسي من ناس اخرى. التجنيد اجباري الناس راه دوزوها اخويا ب 18 شهر دابا راه ايه عام. وكان التجنيد اجباري قبل كنت تدوز يعني ستاج بمعنى الكلمه. دونك يعني ستاج يعني تقريبا 100% يعني تقريبا عسكري. هنا دابا هاد التجنيد اجباري على حسب ما سمعت انا، ما قريتش بزاف يعني الاخر. يعني اول حاجه تكوين، كتكون تقرا تكون في شي حوايج يعني يكونوك يعني بحال كدير يعني فورماسيون بحال اللي راك دير التكوين. هادي باش كيبداو معاك تقريبا شي مده 4 شهور شي حاجه، و 8 شهور الاخر كتعلم فيها بزاف الحوايج يعني حوايج اللي غادا تنفعك. تقدر يعني الا عندك مثلا تقدر دير شي صنعه شي حاجه اللي يعني ملي تسالي ديك المده ديال التجنيد الاجباري اخويا راه تنفعك. باش نكونوا واقعيين نهضروا على الايجابيات باش ما نهضروش على السلبيات. انا شفت واحد الصحفي يعني تقريبا بغيتش نقول يعني السميه ديالو، راه ضر يعني كيهضر وكيحاول يعني كيتبع المغرب بزاف، وقال لك ودي راه مساله مزيانه دارت على الاقل هذوك الدراري هذوك ولاد يعني ولاد الشعب اللي ما تحتلهمش انهم يكملوا الدراسه ديالهم او التكوين ديالهم، على الاقل غادي يلقاو يعني فين يعني يمشيو يعني يكونوا راسهم. مساله ايجابيه بالنسبه لي انا تنقول، ما تهضرش انا على الناس اللي هما تيكريتيكي. لا انا ما باغيش اخويا التجنيد، انا ما باغيش اخويا تالي عندك شي حاجه ما ديرش حاجه داك شي تجنيد اصلا ما كاينش اللي غيهضر معاك. لا راه كاينه شروط لقبول التجنيد. تعالى اخويا خصنا نهضر يعني ايجابي، خليونا من السلبيات. انا ما جيتش ندافع على حكومه ولا شي حاجه، انا ما تندافع حتى على شي واحد. انا جيت نهضر مع الدراري اللي كنعرف يعني ولاد الحومه ولا ولاد الشعب اللي عارفين وعارفين يعني بنادم اللي كما تنقولوا حنايا ما عندوش الناس يعني كما تنقولوا بهذه اللغه هذه. سمحوا لي انا ما بغيتش نقول يعني مقود عليهم يعني راه ما عندوش راه كاين اللي مسكين ما عندوش حتى باش يدير مثلا روشارج باش يشوف دي فيديو ويشوف هاد الناس اللي هاد الناس اللي كنهضروا معاهم حنايا. بالنسبه لا لا بزاف الحوايج كاين الناس اللي انا التلفزيون مسكين راه ما عندوش. نكونوا واقعيين نهضروا يعني ايجابيا، خلينا من داك اللي مريح في دارهم وداك الشيء نورمال يجيك انا ما باغي لا تجنيده ولا انا باغي سنه بيضاء ولا مسانه كحله ولا سنه. شكون يهضر معاك؟ حتى ريح والديك ما كيهضر معاك حتى واحد. انا تنهضر جيت نهضر على التجنيد القيمه ديالو الايجابيات ديالو خويا راه صالح بزاف ديال الناس. واحد الحاجه انا هاد اللي يعني ما عجبتنيش في هاد الحكومه اللي دارتها هو الناس اللي حدوا على مثلا اللي عندهم مثلا عقوبات حبسيه تقريبا اللي عنده فوق 6 شهور ما يدوش تجنيد. انا ما متفقش مع هاد القضيه هادي. علاش؟ لان بزاف الدراري الشباب ديالنا خوتنا راهم كاين اللي مسكين كتب عليه الله دوز واحد المده يعني ديال الحبس سواء كان غلط او كان مظلم او هادي يعني ما كانش عليهم يتقصى ما كانش. كان هاد الناس هما اللي اولى انهم يتعاود التكوين ديالهم ويعاودوا يعني انهم يعني اطروهم ويكونوهم باش يكونوا يعني صالحين. باش تقول لي انت واحد دوز اكثر من 6 شهور ديال الحبس معفي، انا ما متفقش مع هاد القضيه هادي. هاد النقطه هادي نتمنى انهم يعني انا ما مسائل ديال ما غاديش نفرض على حكومه ولا انا ما بعيد على ديك المسائل هذيك. نتمنى ان هاد النقطه هذه يشوفوا فيها. علاش؟ لان كاين الناس اللي مساكين كما قلت يعني ربما غلطوا ولا شي حاجه دوز واحد العقوبه سواء انا كان ظالم او كان مظلوم. كاين بزاف اللي مكتب عليه يعني تكتبت عليه يعني حبس دوزو يعني ما غاديش ندخل في التفاصيل. دونك هاد المده هذه انا ما متفقش معها. اللي عنده 6 شهور كثر هذاك ما يمشيش تجنيد اجباري، لان الهدف الا بغينا ناثروا هاد الشباب هادي ونكونوهم هذا هو يكون يعني تجنيد الجميع بالنسبه لا اللي عنده دوز الحبس لا اللي ما دوزش الحبس لا هادي. باش هذا هو الهدف، يكون هدف يعني هدف واحد. ولا راني كنهضر في هذا الفيديو كما قلت لك هذا الفيديو انا بغيت نديرو وبغيت ضروري نعلق عليه لان شفتو بزاف كاين هاد السلبيات ما كاينش ايجابيات. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون فيه يعني ايجابيات يستافدوا منه الطبقه اللي بغيت نوصل لهم انا الميساج هادو. نتمنى يعني نتمنى هذا يعني فيديو تبارطاجا كاملا بالنسبه لنا يعني الناس اللي غادي يشوفوه باش نهضروا على الايجابيات. اذا كما قلت هذه النقطه هذه نتمنى ان يعودوا فيها يعني النظر باش ما يبقاوش مقصيين الناس اللي
يعني دوز الحبس ما لا 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 نتمنى ان هذه النقطه هذه تعيد. ثاني حاجه وخويا اللي بغيت نهضر هو ان بالنسبه للتكوين اللي بغيت نزيد بالنسبه يعني بالنسبه يعني للتجنيد الاجباري راه تقدر تستافد منه بزاف كما قلت يعني مده عام كتسالي ديك العام يعني كتكون بعد عرفتي شي حوايج ما يمكنش انت غادي تمشي نيشان في ديك المده ديال العام طلع السلاح سير طلع راه الحرب الحمد لله البلاد ديالنا مزيانه ما كاين حتى شي حاجه امور غانيه غادي تمشي تقرا ما تحتلكش فرصه الخارج غادي تقراها لداخل وبطريقه كنظن غتكون احسن لان كنظن غتكون طريقه احسن علاش لان التكوين يعني في القوات المسلحه يعني غيكون مغاير طبيعة الحال على يعني التكوين يعني العادي او الخاص يعني ثاني حاجه ملي كتسالي ديك المده ديالك راه تيكون عندك واحد يعني واحد 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 لا شونس انك من بعد الا كانت شي يعني شي اونغاجي راه يقدروا اونغاجيوك والحمد لله دابا يعني الرواتب دابا تقريبا في يعني في الخدمه العسكريه في المجال العسكري الحمد لله راه مزيانه راه تقريبا 4000 درهم في الشهر او 3500 درهم انت غادي تسنى مثلا تخدم في معمل او وظيفه ولا شي حاجه تقدر الرزق ديالك يجي من هذا التجنيد الاجباري من بعد التكوين ديال سنه يقدروا يختاروك انك يعني مثلا اونغاجي معاهم يعني انت وليتي تقريبا موظف مساله ايجابيه ناخذوها ناخذوها خوتي من الجانب الايجابي ما ناخذوهاش من الجانب السلبي الله يرحم لكم الوالدين ما ناخذوهاش من الجانب خذوها من الجانب الايجابي خذوها الناس اللي يعني كما قلت انا وتنعاود تنعاود ان هذا الفيديو هذا بغيت يوصل لدوك الناس اللي مساكن اللي مقصحين راه كما قلت لكم راه كاين الناس فك اللي ما عندوش وتقول له انت تجنيد اجباري وعندك فرصه بانك تقرا يعني التكوين تقرا وتخلص واش ما غاديش يمشي ولا يبقى مريح يعني تما في دوارهم مريح ولا ما تهضرليش انا خويا على كما قلت وكنعاود ولاد المدينه ولا داكشي مع احتراماتي لهم مع ما ذلك كتبقى امكانيات انه يدبر ويعيش مزيان وشي حاجه راه كاينه مناطق اخويا راه مقصح الدعوه خلينا نكونوا واقعيين خلينا من ديك الهضره ديال الاخر يعني الناس راه مقصحين كاين اللي مسكين ما عندهمش يعني هادو اللي جيت نهضر معاهم انا ما جيتش نهضر يعني كاينه كما قلت راه كاين الناس يعني من برا المغرب راه هضروا ايجابيا على هذه المساله ديال التجنيد الاجباري راه ما بقاش داكشي اللي كتعرف راه التجنيد الاجباري انا كنعرف الاخ ديالي راه مدوز التجنيد الاجباري في ثمانيه الناس اللي ما كانتش يعني راه ما كان حتى يعني خلينا نكونوا واقعيين دابا راه التجنيد الاجباري كتمشي تقرا تتكون بزاف الحوايج كتعرفها تقدر تفيدك بالنسبه للناس اللي كيهضروا تيقول لك اخويا انا حق خصني ود وزير يدوز معايا ولا انت واش من ود وزير يدوز معاك ولا ود وزير راه غدا غادي يدير ولدو يصبح مسجلو في التكوين ولا مسجلو في يعني في واحد المعهد كيقرب 3000 4000 درهم في الشهر فغيمشي لك هذاك سير انت هضر على راسك ما سير فكر في راسك هي الاولى ما دوك الناس راه دوك راه حماو راسهم وحماو ولادهم يعني ما غاديش نهضر على راسك انت شوف واحد الطريقه اللي غادي تنفعك انت في الحياه ديالك واحد المساله غادي تسلكني هذه فرصه انني نتكون ونكون حياتي ونعاون يعني نعاود النظر في حياتي ربما خطات في شي حوايج هاد التكوين هذا ربما ينفعني باش نصلح بزاف ديال الحوايج هذيك اللي تنفعك سير لها ولكن باش تبقى انت حاضي هذا فلان هذا وهذا مشي ندافع على هذا ولا ما الحمد لله احنا ما غاديش تغاديش تمشي للحرب ولا شي حاجه انت راه غادي تمشي تقرا غادي تمشي تكون شي حوايج اللي غادي تنفعك تقدر تستافد يعني في الحياه ديالك هذا هو الميساج اللي باغي نوصل انايا وباغي يعني الناس يفهموها بالجانب الايجابي كاين الناس اللي مازال ما هضروش يمكن على الايجابيات في قنوات يعني لا دراري يوتيوبرز ولا دراري يعني قنوات اللي يعني يمكن يعني مهتمه بالاخبار ما كيهضروش على الايجابيات كيهضروا على السلبيات انا اليوم قلت ندير هذا الفيديو هذا لان كما قلت لكم شفت هذا الفيديو شفت هذا الموضوع هذا هضروا عليه بزاف كاين السلبيات السلبيات قلت انا ندير هذا الفيديو هذا باش يكون ايجابيات نتمنى يعني هاد النقط اللي شرحت لكم ينفعوكم يفيدوكم بالنسبه للناس اللي ما يشوفوش الجانب السلبي شوف الجانب الايجابي سير اخويا هذه راه فرصه جاتك شي حاجه سير اخويا تكون على راسك دير تكوين اقرا على راسك راه بزاف غادي تنفعك راه غادي تنفعك ديبلوم غادي تنفعك الا ما تحتلكش فرصه كما تنقول راه تنعاود الثالثه من مره ما تحتلكش فرصه انك تقرا او تكون في راسك يعني في يعني برا تكونوا على الاقل يا خويا في المجال يعني في مع الدوله فهمتي او في المجال العسكري راه مساله مهمه راه ماشي غادي نمشيو هذيك الفكره ديال التجنيد الاجباري غنوصل غنطلع نمشي نتحارب ولا لا خلينا من هذا ديال لا كارطة المحروق اللي تدخلوا لكم هذه الهضره هذه اذا هذا ميساج خويا بغيت نديرو يعني راه مازال عاد فايق وهذه وقلت نهضر عليه يعني ما بغيتش نخليه يدوز نتمنى انه يعني يستافد منه كل شيء يعني نتمنى هذا الميساج هذا او هذا الفيديو هذا يتبارطاجي يوصل للماكسيموم علاش كما قلت انا يا راه اي حاجه كنشوفها راه ماشي ديك راه تنهضروا عليها بالنسبه لي انا شخصيا بالنسبه للدراري اليوتيوبرز الاخرين يعني كل واحد كيبقى حر هذه كل واحد اللي ميساج ديالو كيوصل انا عنديش مشكل انني نهضر على هذه او نهضر على هذه او نهضر على هذه ما عنديش فيزا عندي يعني اي حاجه غادي نهضر عليها حتى ماشي هذيك غادي نهضر عليها ما عنديش مشكل ما تنعرفش شي حاجه ما تندافع على شي واحد ما تنخاف حتى من شي واحد اذا خوتي خواتي تي فيديو جديد هذا تلاح يعني نتمنى انه يتبارطاج الماكسيموم تحيه كامله تحيه للمغاربه كاملين تحيه للمغاربه كاملين
خوتي سير اخويا تجند، سير اخويا عاون راسك تكون، هذه راها فرصه كتبان لي انا. احسن حاجه يمكن داروها تقريبا هاد الحكومه هذه اللي كاين دابا هي عطاو عباد الله الفرصه هذه، على الاقل تسالي داك السطاج ديالك خويا غتجيب واحد المبلغ مالي يقدر يعاونك تكون به راسك في شي حاجه، تقدر اخويا كما قلت انك تونجاجا وتمشي معاهم. خوتي تحيه لكم، السلام عليكم.